اسأل أصحاب العزومة يوجهوك يفضل تقعد فين على ترابيزة الطعام، وأثناء الأكل ابدي إعجابك بالأكل واشكرهم على مجهودهم، ولو في حاجة في الأكل ما عجبتكش ما تعلقش عنها نهائي، ولو في نوع من الأكل عجبك وبعيد عنك على ترابيزة السفرة ما تمدش إيدك لمسافة طويلة عشان تجيبه، اطلب من الشخص القريب منه يقربه، ولو في نوع من الأكل أنت عايزه مش موجود على ترابيزة الطعام ما تطلبوش لأن ده ممكن يسبب إحراج لصاحب العزومة، ولو في حاجة اتدلقت منك من غير قصد أكل أو مشروب اعتذر وساعد في تنظيفها. وبعد الأكل لو حبيتي تساعدي في شيل الأطباق هيكون شيء لطيف منك، لكن لو صاحبة البيت رفضت احترمي رغبتها. ولو بعد الفطار في حد مدخن وحابب يدخن لازم يستأذن ويسأل عن المكان المناسب للتدخين.